يوسف الزايدي رئيس الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات. اليوم احنا فرحانين على هاد يعني العودة للنشاط الرياضي، العودة بعد دراسة معمقة للظروف والحيتيات الاحترازية اللي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية نصات عليها. كنظن بانه درنا واحد جوج تجارب في مدينه مراكش، واليوم احنا بدينا البطوله ديالنا ديال الكارتينغ. هذه البطوله هذه اللي غادي ان شاء الله غادي نتوجوها بواحد لا كوب دو ترون في اكادير، وغادي نتوجوها كذلك بواحد الاختيار ديال واحد الفريق اللي غادي يرافق، اللي غادي يكون فريق وطني اللي غادي يشارك في كاس الامم لشمال افريقيا والشرق الاوسط. ما نخفاش عليكم بانه احنا فرحانين بزاف في هاد الترخيص ديالنا للعوده للنشاط الرياضي، وهاد العوده هذه يعني مصحوبه بواحد مجموعه من الاجراءات اللي نصت عليها الجامعه في جميع الانديه. والنادي اليوم ديال فيجيكا كيستقبل اول مقابله ديال المنافسه ديال الكارتينغ في جميع الفئات. كاين واحد القضيه كذلك بهذه المناسبه، لابد ما نسجلوا الارتياح ديالنا والتأييد ديالنا للخطوات ديال صاحب الجلاله اللي كانت في الواقعه ديال القرقرات، اللي بطريقه سلميه وبطريقه حضاريه تم استرجاع يعني المرور السليم في القرقرات. هذا المرور هذا كتعرفوا بانه حنا كجامعه ملكيه مغربيه لسباق السيارات، جميع الراليات اللي كيربطوا ما بين اوروبا وما بين افريقيا كيمروا عبر التراب الوطني. والسنه الماضيه في 2019 احنا عرفنا واحد العرقله من طرف هذوك المرتزقه ديال جبهه البوليزاريو، اللي بدون يعني مبرر اللي هو مبرر هذا كانوا كيعرقلوا السير ديال هاد الفرق الرياضيه، ويعني وحنا في اليوم مرتاحين للعوده ديال هاد المعبر هذا، العوده للنشاط ديالو، النشاط ديالو الاقتصادي والنشاط ديالو الانساني، لانه صله وصل ما بين الشمال والجنوب وجميع الدول الشقيقه في جنوب الصحراء. وحنا مرتاحين كذلك لان جميع لي بروموتور ديال الراليات غادي ياخذوا هاد الوضعيه الجديده بعين الاعتبار، وغادي يرجعوا لنا يعني الانشطه الرياضيه ديال الراليات للاوج ديالها اللي كان في التسعينات وفي العشر الاولى من الالفينات. اذا هنا رحنا مرتاحين بزاف، والجامعه الملكيه المغربيه لا يمكن لها الا ان تنحنيها للخطوات ديال سيدنا اللي خلى الامور يعني عادت المسار ديالها الحقيقي، الا وهو يعني العبور بصفه قانونيه وبصفه مريحه، والجميع الوافدين وجميع العابرين والمهاجرين نحو الشمال او الجنوب، سواء تعلق الامر بالجانب الثقافي او الجانب الرياضي او كذلك الجانب التجاري. كنشوفوا كذلك بان الفريق الوطني اللي غادي نوجدوه ان شاء الله لعمان 2021 غادي يتكون من واحد العدد ديال الابطال المغاربه اللي غادي يتم الاختيار ديالهم عبر المسابقات اللي غادي تبرمج. وكاين هذاك كاين واحد استراتيجيه ديال الجامعه الملكيه المغربيه في المستقبل، وحنا فرحانين بجميع يعني المنجزات اللي قامت بها الجامعه عبر اللجان ديالها الدائمه، لجنه التقنيه،
اللجنة الرياضية، اللجنة ديال التكوين اللي هاد السنة استفدت من الجامعة الدولية بواحد ثلاثة البرامج ديال التكوين. خلال هاد المدة كان تعامل مع الجامعة الدولية بواحد الطريقة ديال الفيديو كونفرنس، وحنا على اتصال دائم مع المكونات ديال الجامعة الدولية، ومرتاحة الجامعة الدولية من المعطيات ديال هاد الرياضة والتطور ديالها، ونحن كذلك نسجل ارتياحنا للتعامل ديال الجامعة الدولية مع المغرب كدولة يعني اللي عندها واحد استقرار سياسي، عندها واحد مجموعة من المميزات الاستقطابية، الكرم وحسن الضيافة والسلامة وجميع يعني المعطيات تبشر على أن المغرب سيكون أرضية لعدد من المنافسات الدولية، ونحن نستبشر خيرا في المستقبل ونتمنى على الله الخير. وكنشجع بهذه المناسبة جميع الرياضيين وجميع المتعاطين للرياضة الميكانيكية باش يلتحقوا بالركب، وباننا مستعدين الدعم ديالهم الوقوف بجانب ديالهم حتى يكونوا في أريحية وهم يتعاملون مع هذا الصنف ديال الرياضات اللي هو صنف عنده جوج ديال الأبعاد. البعد التربوي هو أن الشباب ما كيلاش يخرج للشارع ويدير السباقات في الشارع، فكاين فضاءات، حنا وجدنا الفضاءات ووجدنا لها يعني الممارسين، وجدنا لها كذلك الحكام اللي غاديين يباشروا الممارسة ديالها في ظروف آمنة، وعندنا فريق طبي اللي كيتكون من 6 ولا 7 ديال الأطباء، وعندنا التكوين ديالهم اللي انهم اعترفت بهم الجامعة الدولية على أساس انهم يعني صبحوا فريق طبي يعني معترف به على الصعيد العالمي، ونحن نستبشر خيرا في المستقبل، وكل المعطيات تدل على ان الممارسة التربوية ديالنا راها ممارسة اللي كتبعت الشباب على أساس أنه يمارس الرياضة دياله والسباق دياله في الظروف الآمنة، يعني في الحلبات اللي مختصة وفي الفضاءات اللي كنوجدوها وكنعدوها لهذه الغاية. والجانب الثاني هو التنمية ديال الرياضة في المغرب، فنحن كجميع الجامعات مدعوون لدعم الشباب على هذه الممارسة. وكتعرفوا بأنه عندنا نماذج ديال الأبطال في المغرب سواء على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي، فهناك مغاربة في إنجلترا، مغاربة في أوروبا، مغاربة في المغرب كذلك. أنا ما غاديش نذكر الأسماء لأن المناسبة ماشي هي هذيك، ولكن عندنا أبطال وعندنا رصيد، ويمكن أننا نحصلوا على يعني بطولات سواء تعلق الأمر بالمنطقة ديالنا ديال شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط أو على المستوى الدولي، وإن شاء الله خير. وكنشجع بهاد المناسبة وكنشكر الفرق اللي كتعمل معنا داخل الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، سواء تعلق الأمر بالأعضاء الجامعيين أو بليزوفيسيال وبليزاغبيت، بالفرق يعني ديال الصحافة، بالفرق ديال الطبية، بالفرق ديال التكوين، بالفرق ديال التقنيين اللي كيباشروا الأعمال ديالهم. احنا فرحانين بزاف، والعلاقة ديالنا ما زادت إلا يعني زادت حماس وزادت واحد نكهة عائلية على أساس أننا نمشي بعيد باستراتيجية ديالنا ديال التنمية ديال هذه الرياضة. كنشكر جميع يعني الشركاء ديالنا سواء تعلق الأمر بالمستشارين أو يعني بالناس اللي كيدعمونا بصفة مباشرة أو غير مباشرة. كنوهو كذلك بالمجهودات ديال وزارة الشباب والرياضة داخل الحكومة، وكنوهو كذلك بسيدنا اللي خلى المغرب كان من بين الدول الأولى اللي يعني دارت واحد الحماية للشعب ديالها وفضلت أنها تحمي الشعب ديالها والصحة ديال الشعب قبل يعني قبل التجارة وقبل الأعمال. وحنا اليوم كان
كنجنيو ثمار ديال الخطوات ديال سيدنا وديال الاستراتيجية ديال سيدنا الله ينصره والله يطول في عمره والله يخليه لنا نبراس الحكامة ونبراس العمل يعني شريف، العمل اللي كيشي عنده أبعاد، اللي عنده دي بيرسبكتيف بوزيتيف بور لو ماروك اي بور لو بوبل ماروكان. نو سوم تري هورو de notre pays, de notre drapeau, de notre jeunesse et de notre peuple. Ça fait plaisir de voir tout ce peuple qui est vraiment soudé derrière Sa Majesté, soudé pour les événements difficiles, pour les événements faciles, pour tous les événements, bien sûr. Et nous sommes capables de passer le cap. Et je suis sûr que le futur est, bien sûr, va être meilleur. Et nous avons confiance في سيدنا الله ينصره وفي البطانة ديالو اللي دايره بيه وفي الحكومة ديالنا وفي الدولة ديالنا وفي السلطة ديالنا. رحنا فرحانين بزاف، وهذا الشيء ما يكون إلا نتيجة ديال يعني التفاهم وحسن انضباط لا ديال الشعب المغربي ولا بيان سور ديال الناس اللي مكلفين بالمهام ديالهم في هذا الإطار هذا. شكرا لكم كذلك لانتم اللي كترسل يعني اللي كتبلغوا الانشطه ديالنا كتوصلوها للشعب المغربي. ما يمكنش لينا نستقبلوا الجميع، ما يمكنش لينا نحلوا الابواب للجميع. كنشكر كذلك اصحاب يعني الانديه والحلبات اللي كيفتحوا الابواب ديالهم للشباب وكيدعموهم وكيوقفوا الجانب ديالهم وحاطين واحد المجموعه ديال الموظفين لخدمه الشباب ولخدمه الرياضه الميكانيكيه. هذا كيفرحنا ونحن مبتهجين ومبتهجين كذلك بالمنتوج ديال يعني لا رياليزاسيون ديال الحلبه ديال واد زم اللي تمت من طرف يعني المكتب الشريف الفوسفات. وهذه عنايه ديال الرياضه. دائما المكتب الشريف الفوسفات كان دائما من الشركاء اللي كيهتموا بالرياضه جميع الانواع ولكن بالرياضة الميكانيكية بالخصوص، لأنهم كيعرفوا شنو المستقبل. والحلبة ديال واد زم خير دليل، ونحن على قدم وساق باش نجيبوا لومولوغاسيون ديال هاد لو سيركوي حتى تكون عندنا أرضية. ونتمنوا على الله الخير، وسيدنا راه كيعرف بأننا راح خدامين كنأديو الواجب ديالنا، وعارف بأنه عندنا حاجيات، وعارف بأنه المستقبل ديال الشباب وديال الدعم ديال الشباب راه كيمر عبر البنيات التحتيه. ونحنا فرحانين ونتمنوا على الله الخير، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. الجامعه الدوليه راه كتواكبنا، وان دل هذا على شيء فيدل على ان سيدنا عنده علاقه خاصه بالرئيس ديال الجامعه الدوليه وكيهتم به. وخير دليل هو الرساله اللي توصل بها الرئيس ديال الجامعه الدوليه خلال المؤتمر ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط اللي كان في مراكش.